بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا اليوم مع الجزء الثاني من الشابتر الثالث، هنتحدث فيه عن الـ IO Input Output Address Decoding and Design. محتوى الشابتر هذا هنعمل في الأول Introduction على الموضوع، مقدمة، بعدين هنتكلم عن استخدام الـ Logic Gate 74 إلى 73 كـ Input كـ Output عفواً Board، وهنتكلم بعدين عن اللوجيك جيت 74 الى 642 كانبوت بورت، وشوف وليش استخدامهم في البوتين، يعني ما هو الداعي لاستخدام هذول البوابتين المنطقيتين عشان الانبوت والاوتبوت. بعدين هنتكلم عن الابسولوت فيرسز، يعني بالمقارنه مع لينير سيلكت ادرس ديكودينج، هذا موضوع ايش فرق بين لينير وايش عن ابسولوت ادرس ديكودينج. هنتكلم عن البرفرال اي او اللي هي الانبوت اوتبوت الطرفيه مقارنه مع الميموري ماب اي او، ماشي، ميموري ماب اي او، الفرق بين الثنتين. طبعا في هذا السكشن او في هذا المقطع من الماده راح اتكلم عن الديزاين تبع سمبل اي او بوردز باستخدام تي تي ال اللي هي ترانزستور لوجيك جيتس. هذولا من نوعين اللي هم 74 ال اس 73 و 74 ال اس 244. لا، من اجل توضيح الموضوع هنستخدم ايش سمبل لوجيك جيت such as and an inverter gate عشان نعمل ديكودينج لمين، للادريسز، بالضبط زي المحاضره الماضيه اللي بينا كيف نستخدم الادرس ديكودينج باستخدام الانفرتر والاند جيتس. تمام. The concept of address bus decoding for I/O instruction is exactly the same as for memory. يعني مثل address decoding في I/O، يعني input output وحدة الإدخال والإخراج، هي بالضبط نفس address decoding زي ما استخدمناها في المحاضرات الماضية بالنسبة للميموري. تمام. الخطوتين حتمهم أول حاجة the following are the steps. أول حاجة the control signal IOR اللي هو input output read أو IOW input output write، هنستخدمهم هان في الديكودر، مع الديكودر عفوا. في الميموري ماب اي او في عندنا حزمه الار دي والدبليو ار اللي هي ريد انيبل ورايت انيبل سيجنالز، بنستخدمهم عشان كنترول سيجنال عشان نتحكم في الجهاز الطرفي اللي يتم ادخال منه او ادخال اليه، يعني ادخال منه او اخراج عن طريقه. The address bus is decoded. الادرس bus كيف نعمل عملية ديكودينج أو بنعمل عملية ديكودينج كخطوة تانية عشان نحدد بالضبط أي عنوان لأي جهاز طرفي أو input output إحنا حنتم استهدافه من أجل الإخراج أو الإدخال عن طريقه. تمام. طيب عندنا هان استخدام ال 74 إلى 72 جيت الهيروجيك جيت هذه ك output port، ده output port. قبل ما نبلش في الموضوع هنتكلم عشان نفهم القصة. في كل كمبيوتر whenever data is sent عن طريق المعالج CPU via data bus the data must be latched by the receiving device، بمعنى انه عندما يكون لازم يكون عندنا الداتا، يصير لها عملية ايش؟ يصير لها عملية لاتشنج عن طريق الـ receiving device، بمعنى لما البيانات تم ارسالها من الـ CPU او عن طريق الـ CPU لازم يتم عملية ايش؟ لازم تصير عملية حبس او تخزين، لاتشنج ملطشة او قفص او مكان، يعني يتم حفظ الأشياء في داخله. تمام. يتم حفظها في مكان معين. تمام. لكن في الميموري زي ما عارفين have internal latch، طبعا الميموري عندها ايش؟ internal latches to grab يعني تخزين البيانات. لكن لما نحكي عن الIO input output ports ما فيش عندهم شيء يخزنوا فيه مؤقتا البيانات عند عملية عشان ادخالها إلى الجهاز، يعني بعد إدخالها للجهاز بشوية عشان قبل إرسالها للسي بي أو أو قبل إخراجها لما تكون جاية من السي بي أو بنطلعها على إيش؟ على الطابعة أو أي على الشاشة أو أي مكان آخر، فمش عندها لاتش أو مكان تخزين مؤقت. فبالتالي يتم استخدام هاي البوابات اللي هي مثلا إيش؟ 74 إلى
73 عشان كايش للاوتبوت، تمام؟ عشان فوز بيربص من هذا الهدف عشان نعمل ايش ال 74 الاس ورك از ا لاتش، هان استخدامها از ا لاتش. ذا او اس ذا او سي عفوا بن ماست بي جراوندد. هي عندنا مثلا مثال اللي هو ايش اللي استخدمنا ال 74 الاس 73 اللي هو في الرسمه هنا، وعشان يتم عمل استخدام كلاش لازم الاو اس اللي هو ايش هنا هيو يكون جراوندد عشان لانه هو دائما اكتف لوب، تمام؟ وبالتالي يتم جراوندنج لها. وعندنا هذه الجي المدخل الثاني الجي نعمل انيبل للكلوك، والدي هذه دخلت الكيو الاوتبوت بتخش على تري ستيت، تري ستيت عارفينهم تخزين مؤقت تحمل اشارات اللغه احد من هنا، تمام؟ بتم اخراج على 1 كيو، تمام؟ التروث تيبل تبعته واضحه من هنا، عندنا الاوتبوت كنترول اللي هي او سي يعني اوتبوت كنترول لو 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 هاي، لما يكون دائما عندنا لو بيكون ايش؟ اكتف. لما تكون عندنا هان لو 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 دائما اكتف، لما تصير هاي بطل اكتف. عندنا الجي يكون انيبلد بوزيتيف يعني يكون واحد عليها، يكون هاي وهاي بكون في عندنا ايش عمليه تفعيل، بكون فعال ايش كلوك، تمام؟ بصير شغال. الدي الداتا تبعتها بنطلعها داخله من هان تروح على الاوتبوت، عندنا مره هاي ومره لا لو يعني واحد صفر. طالما عندنا الاوتبوت كنترول او سي لو حيطلع عندنا الداخل هو الخارج، بس يكون الجي مفعله حسب ايش حسب تركيبه او هيكليه ال 74 ال 76 ايش الجيت هذه المنطقيه، تمام؟ فبيطلع عندنا الدي حتكون على الاوتبوت. الحاله هذه عندنا برضه هان لو يعني اكتف لو، وعندنا الانيبل مع الهاي الجي لو هان حيطلع عندنا على الناتج الاوتبوت هو ايش لو زي ما دخل بالضبط. الحاله الثالثه عندنا هان لو الانيبل صار اللو يعني مش مفعله، والحاله الدي غير معرفه حياخذ الحاله السابقه كيو 0 حياخذ الحاله اللي كانت موجوده من اصل في الاساس. في الحاله الثانيه انه عندنا ان هان طبعا الاوتبوت هان لو اللي هو طبعا او سي لو يعني فعال، فحكون تفعيل عندنا هذا حكون تريست عندنا مفعل، فبالتالي حياخذ القيمه ايش السابقه. تحول عندنا الاوتبوت سي او سي لهاي بطل اكتف، وهان صار عندنا الانيبل اكس في حاله غير معرفه، الداتا اكس يعني حاله غير معرفه، حيكون عندنا هان ايش زد هي برضه حاله اللي هي الاوتبوت زد اللي هو حاله برضه غير ايش غير معترف بها، تمام؟ هاي عمل الجيت هذا في استخدامه. طبعا التخزين المؤقت زي ما حكينا من اول محاضره لما حكينا عن الدوائر الاساسيه في او البرايم لوجيك جيتس حكينا عن تري ستيت. التري ستيت وظيفته التخزين المؤقت طالما ان الحاله عندنا مش اكتف لو، تمام؟ فبالتالي هاي زي ما احنا ملاحظين بيطلع الحاله على الاوتبوت في الحاله بس اللي فوق، غير هيك بياخذ الحاله السابقه او بيكون حاله غير معرفه، تمام؟ فاستخدام ال 74 باب العلم فقط، مش هتفصل كثير في الموضوع هذا، مش موضوعنا اساسا، بس هنفهم عشان نتعامل مع المايكرو كنترول والمايكرو بروسيسور كيف نتعامل معاه في الانبوت اوتبوت، بس كان لازم نتطرق لهذه النقاط، تمام؟ موضوع الادريسنج وعمليه اللاتشنج للبيانات عند الادخال والاخراج، تمام؟ For an output latch للاخراج it is common to use and او to and عفوا نعمل اندنج يعني multiplication لمين للاوتبوت of the address decoder and the control signal IOW اللي هو input output right، تمام؟ To provide the latching action as shown in figures. عندنا هان مثالين مثلا لا استخدمنا هذا اللي هو الاند، وهان الاند عملنا هان اندنج زي ما حكينا عنها نعمل عنها اندنج اند واند عملتها to and the output of mean address decoder. هاي الادرس decoder هنا عندنا address decoder، ومين كمان with the control IOW اللي هو هاي شايفينه هان وهان، تمام؟ عملنا له ايش عمليه ادرسين، تمام؟ to provide the latching action as shown in figures. فعندنا مثلا عندنا هان design for output for address 99 hexadecimal. ال 99 نكسي ديسمال ايش الرمز ال 99؟ انا هاخذ 9 و9 من A0 ل A7، تمام؟ حكون عندنا هان ايش 1001، تمام؟ وبعدين كم مره ايش 1001 هاي 9 و9 جنب بعض، تمام؟ على الهكسي ديسمال 4 ب 4 بالتات انه بيطلع 8 بت يعني بايت كامل. علمنا انفيرجن هان للزيروز عشان يطلع عندنا هان بالاند واحد يخش على الاند الثانيه، وهذه الاي هاد اكتف لو دخلناها على الانفيرجن عشان تصير واحد واحد وواحد
طلع الجواب عندنا واحد، دخلت على الجي اللي هي دائما اكتف لو، صار عندها جواب واحد تمام، وبالتالي اصبحت هذه ايش الدي كيو القطعه ايش مفعله، فصار الدي الداخل هو اللي بيطلع عمليا، طالما ان عندها ايش الاو سي جراوندد، جراوندد يعني اكتف، يعني شن على الجراوند يعني على الزيرو، يعني ايش اكتف دائما، فبيطلع عندنا الداخل هو الطالع. مثلا على الادرس المحدده اللي هي عندها قديش كانت 99 هيكس ديسيمال، عندنا هاي الادرس 1 اف اتش اللي هي 1 اف اتش، حنلاقي عندها 0001 هاي ال1 مثلا، وعندنا الاتش اللي هي ايش اللي هي فوق كان اف 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 جنب بعض تمام، اللي هي 1 1 1 تمام. اوكي، وبالتالي دخلناها بنفس الفكره، والان بيطلعنا واحد في الاخر، واحد بيعمل اكتيفيشن للجي، الجي بيأكتيف للدي الداخل هو الطالع، وعندنا طبعا او سي زي ما انتم عارفين وحكينا من اول في ال 373 اللي هو 74 ال اس 373 بيكون اكتف لو، ايش اللي هو اوتبوت كنترول بيكون اكتف لو، اوتبوت كنترول حكينا عنها قبل شويه اسمها اوتبوت كنترول، او سي بتكون اكتف لو، بالتالي بيكون الداخل هو الخارج تمام. وهذا زي ما قلت تو ذا ريدز يعني على الداتا. اوكي، هذا بالنسبه لموضوعنا اللي هو موضوع ال 373. نيجي على موضوع ايش؟ موضوع انبوت بورت. الانبوت بورت بيعملوا ديزاين عن طريق ايش؟ ال 74 ال اس 244. اذا الداتا تيجي من طريق البص او الداتا بص يعني it must come in through a three state buffer. قلنا بال three state buffer عشان ندخلها تمام؟ زي هي الشكل هاي وقت البفر يعني ثماني بفر ثماني. يعني في تمام بالتاتا يوم نجي منها قيمة 1 2 3 4 5 6 8 صارت تمام. اوكي، الداتا بتخشوا عندنا هذا ال 1 جي وال في سي سي وال 2 والجراوند وال 2 جي. طبعا هذا ال 1 جي وال 2 جي لازم يكون اثنين ايش اكتف لو، وعندنا زي ما احنا معكوسين طبعا في النهايه بغض النظر. This is referred to three state which comes from the term three state buffer. هو تحزيم وقت، اول محاضره كمان مره بذكر في الموضوع. As was the case for memory chips, as was the case for memory chips such as a three-state buffer is internal and therefore invisible. طبعا عارفين انه هذا بيكون three-state في داخل chip جوا، داخل memory chip وبنشوفوش يعني. For a simple input port we use 74 الى 242 chip اللي زي هذا يعني كده. For the internal security يعني الدائرة الداخلية في داخل هذا 74 we utilize that since 1G and 2G each control only 4 bits تمام. بما انه ال 1G وال 2G حسب التركيبة ال 74 الى 42 بس بتعمل اكتيفيشن ل 4 بت، لازم نعمل اكتيفيشن للجهتين عشان نعمل اكتيف لمين؟ للادرس بكون ايش من 8 بت تمام. Then both must be activated for ايش 8 bit. Then they must ايش activated for 8 bit تمام، لانه كل واحد بيعمل بس كنترول 4 بت تمام. اوكي طيب، اكزامن فيجر اي، هان في فحص الفيجر اي والفيجر بي، وبعد شوي في الاستاذ اللي بعديها. See the use of 74LS244 as an entry board for the system data bus. عندنا هاي 1G و2G دخلناهم على ايش؟ تفعيل على طريق 1G و2G. العنوان عندنا هان فيجر ايش؟ 9FH. زي ما شايفين هان 1001 هذا التسعة، والاف هي 1111 من هان تمام؟ دخلناهم على الان تمام، عكسناها هان، عكسناها كم مرة هان دخلت واحد، وهان عكسناها للأكتيف لو بالإنفرتر صارت واحد. كل هان كل الديكودر زي ما حكينا دوائر بسيطة بنستخدمها عشان تبسيط الموضوع، بنستخدم الأند والإنفرتر فقط عشان نفهم القصة. قد تكون هناك دوائر أعقد في التصنيع اللي عن جد في الديجيتال سيكيورتي ديجيتال سيستمز، لكن بنستخدم بس الأند والإنفرتر عشان نبسط الفهم. حيطلع عندنا هان صفر في الناتج، حناخذ لنا ايش منه نعكسه نعكسه هنا وناخذ منه بصير واحد. بدخل على ال1G وال2G زي ما شايفين ايش ال1G وال2G حيخش عليهم ايش هان اكتف لو. هان عندنا 3 ستيت حتم عكسها هنا عشان ايش يصير واحد تمام، يصير واحد وتعمل اوتبوت الداخل والخارج تمام. نوتايز ذا فيجر A and B how the address decoder and the IOR control signal together activate the 3 state input. زي ما شايفين هان كيف الاكتيفيشن بصير في الديكودنج الادرسز
خش هنا انفيرتد اكتف لو على 1 جي 2 جي عشان التري ستيت يطلع، بده كمان مره انفيرتنج عشان يصير واحد ويعمل اوت بوت من السيجنال من 0 ل سيجنال 7 او من السويتشات اللي بتدخلوا السيجنال يعني، عشان يصير طالعين الاوت بوت على دي 0 ولا دي 7 تمام. نوت ايس ان فيجرز اي اند بي هاو ذا ادرس ديكودر and the IOR input output read control signal together to activate the 3 state input تمام. عندنا هان اللي هو A0 ولا A7 تمام، هاي العنوان تبعنا اللي هو ايش 5FH، هاي ال 5 هنا 0101 وعندنا 111 اللي هي الاف تمام، وعلى IOR اللي هي input output read دخلناها على الاند طبعا. بعدين عندنا ماها انفيرجن عشان يصير اكتف لو، وكم مره ايش عملنا هاي الانجكشن يصير اكتف لو عن جد، وهان اكتيفيشن للتري ستيت بعديها طبعا بعد ال 1 جي وال 2 جي عشان يصير الاوتبوت هان واحد واحد على التري ستيت عشان يصير الاوتبوت انيبل وطلعوا البيانات برا تمام. وهذا التركيب كمان كم هذول المثالين زي ما حكيت قبل شويه، سي هاو تو يوز C74 list 42 as an entering port for the system data bus. يعني هذا بس المثال هذا بورينا كيف نعملهم كلاتش سيستم عشان نعمل تخزين مؤقت للبيانات الدقش الاوتبوت الدقش اللي هي الانبوت عفوا اللي الداخله الى الايش السي بي يو. هاي المثال باستخدام الايش ال 74 الى 144. والمثال الثاني هنا والعناوين واضحه كيف ادرس ديكودنج، كيف ادخال، كيف يتم التخزين مؤقت ثم الاخراج. يعني الموضوع بسيط اكثر منه ما نعقدوش بزياده، نفهم منه الفكره وكيف يتم استخدام هذول كانبوت اوتبوت لاتش في 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 لما نربطهم في المعالج تبعنا او السي بي او المايكرو كنترولر تمام. نيجي هنا على ايش ذا الملاحظه الثانيه ذا 74LS244 not only plays the role to buffer، يعني ملاحظه هذه انه 74 بس مش بس buffering او تخزين مؤقت، but also provides an the incoming data with sufficient driving capability. يعني هو بقوي كمان الاشاره عملها درايفنج بقويها to travel the way to travel ايش all the way to the ايش the CPU، يعني بقوي الاشاره بحيث تصل ايش تقطع الطريق بالكامل الى مين؟ الى المعالج الى السي بي يو تمام. فبقوي الاشاره ايضا عشان تصل لوين؟ للسي بي يو. في الواقع ان ال 74 ال اس 42 شيب از وايدلي يوزد فور بافرنج اند بروفايدنج هاي درايفنج كابيلتي فور يوني دايركشنال باسج. يعني هذا يستخدم دائما استخدام واسع جدا لمين؟ في اطار اليوني دايركشنال باسز يوني يوري هاي يوني دايركشنال باسز، يعني ايش الباس سيستمز اللي في اتجاه واحد، يعني بياخذ من الانبوت تمام الى السي بي او مش العكس. فيستخدم هو عشان درايفنج كابيلتي بتاعته لمين؟ دايركشنال باسز يوني دايركشنال باسز. اذا بستخدم باي دايركشنال باسز بستخدم ال 74 الاس 245 مش 44 تمام، عشان يصير ايش الداتا رايحه في الاتجاهين باي دايركشنال. اما اليوني دايركشنال يفضل استخدام ال 74 ال اس 40، هو اصلا وايدلي يوزد، يعني واسع الاستخدام كبفرنج ودرايفنج سيستم للداتا. اوكي مثال ال 74 هنا ال 74 ال اس 73 بيمثل على ايش اوتبوت، طبعا قلنا الاوتبوت هو عندنا ال 74 provide an output port for the system shown هون assign address 029EH to the device. بمعنى عندنا هان السيستم عندنا هان 0 شايفين هاي اول اربع هان 0 هات، بعدين عندنا حنلاقي عندنا 0100 يعني 2، بعدين عندنا بيجي 9 واخر اربعه اللي هم الاي تمام. هاي اللي دخلوا على الاند كم مرة على الآن مع الـ IOW من هان جاية على الانفيرتر وجت دخلت هان على الآن تمام. حنلاقي هان واحد آند واحد حيطلع الجواب عندنا هان واحد الـ G أكتف لو أكتف هاي عفوا، أما الـ OC في 377 كان هو تكون أكتف اللي هي أوتبوت كنترول حتكون أكتف لو دائما، هنعكسها عشان تخش على التري تصير واحد واحد واحد، فصير الداتا اللي جت من المعالج على الاوتبوت الكيو تطلع على ايش على 3 ستيت بافر سيستم
ثم تخرج بعد ذلك يوميا الى الليدات عشان يضوا مثلا الليد او تحرك الموتور او تحرك اي اشاره، اي تعطي اي اشاره معينه لاي جهاز اخر، سواء كان بتفعيل المفتاح الكهربائي، يضوي ليد، يشغل الثلاجه، يعني يضرب البريكات في السياره او ما الى ذلك. تمام، اوكي. نيجي هنا على المثال الثاني، بيستخدمنا ال 74244 كونكت 8 سويتشز تو ذا باس سيستم، اسمه تو ذا باس اوف ذا سيستم. هذا عندنا المثال هو متي اللي هو هذه مشكله الاشارات تطلع دائما. العنوان عندنا هذه تو ذا انبوت ديفايس، بمعنى عندها العنوان تبعنا صفر زي ما شايفين، اول اربعه عندها اصفار واخر حاجه عندنا هي واحد اسمه، تمام، عرفناها. وفي النص في عندنا اربعه وايش وزيرو زيرو زيرو اربعه اصفارهم، تمام، عكستهم كلهم طلعوا على الاند بواحد. وهان خش او اي او ار اللي هو انبوت اوتبوت ريد، يعني ايش ريد؟ يعني ادخال، ادخال المعالج بيعمل ريد يعني بقرا من المصدر. حيطلع عندنا هان ايش الناتج عندنا، واحد منهم ايش حيطلع الجواب عندنا هان واحد، بنعكسه عشان نعمل اكتيفيشن للجي، والجي اثنين هم اكتيف ايش اكتيف لو. تمام، اوكي. هاي استخدام الدائره تبعتهم، اوكي. وعندنا هان السويتشات، السويتش هذا ادخال 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 ادخال، كل ادخال هان ادخال على الري ستيت، وندخلهم بعدين كم بعدين بنديهم على الداتا ايش للمعالج من دي، من دي 0 ودي 7. تمام، اوكي. In the coding addresses either all of them or a selected number of them are decoded. بمعنى هذا موضوع بعد ما خلصت طبعا فكره انه كيف نستخدم ال 74 اللي اسمه 42 وال 74 73 في الانبوت والاوتبوت لاتشز، يعني على الاي اوز انبوت اوتبوت. هنصل على موضوع ثاني اللي هو موضوع بتكلم عن ابسولوت versus linear select address decoding. في نوعين من address decoding عندنا، absolute واللينير. طيب in decoding address either all of them are selected or a number of them are selected. يعني بعضهم selected، بمعنى انه قد نستخدم كل address الموجودة عندنا وبكون مستخدم addresses، او بستخدم جزئية من هاي addresses ومن هاي decoding. طيب if all the addresses address lines كل الادرس lines are decoded، هذا بسموه absolute decoding. استخدمت كل الادرس lines، تمام، في الباس سيستم استخدمناه كله، بيكون ايش absolute decoding. لكن اذا كان selected address address pins are used not if only selected address pins، يعني اذا بعض الادرس pins يتم استخدامه عشان decoding للادرسز، it is ايش بسموها، it is called linear select decoding. ايش linear select decoding، بس ما النوع الثاني اسمه linear select decoding. هاي فرق الابسوليوت، انه كل الادرس بنز يتم استخدامهم ولا او اللاينز، لما نستخدم جزئيه جزء منهم فقط بكون سموها linear select decoding. linear select is cheaper، ليش؟ لانه مش هستخدم كل البنز وكل الخطوط وكل، ما بديش تجهيزات كثيره، هستخدم بس حاجه بلزمني، لانه there is this input ايش the less input there is the fewer gates needed to for decoding. ما دام في عندنا انبوت اقل فحنستخدم بوابات اقل عشان نعمل decoding. لكن الديس ادفانتج انه هذا استخدام عدد قليل من البنز هيعمل عندنا، هيخلي عندنا بعض البنز لهم اكثر من عنوان، اللي هو بيسموه حاجه اسمها الاليسز، سميناها اليسز. هاي شايفينها سميناها ايش اليسز، لو صار في عندنا اكثر من ايش اكثر بن له اكثر من عنوان. In case while linear select is used, we must document all device addresses, تمام، in the system map memory IO. إذا استخدمنا linear select لازم نعمل توثيق لكل العناوين المستخدمة في ايش؟ في الميموري ماب، الميموري اند IO ماب، تمام، السيستم ماب اعملها ديكومنتنج عشان ما يصيرش في خربطة في العناوين، تمام. اوكي، نيجي هنا. Figure shows below هذه an output circuit is decoded just ايش A0 to O8. هاي تمام، عند A0 مشكلية نقول يقلب هذا لحاله. من عند A0 لل A10 فقط، خلنا
This output circuit has 32 aliases. بناء على ذلك بس خدنا بس من ايزي ولا الايتين. في عندنا حيطلع عندنا 32 ايش؟ اليسز، بمعنى انه في عندنا 32 حاله حيطلع فيها تكرار او تكرار، لانه في بن او خط معين ناخذ اكثر من عنوان، تكرار يعني مش تكرار العنوان وما تكرار للبن في معنى العناوين، يعني اكثر يعني عنوان اكثر من عنوان نفس لنفس المصدر نفس المكان نفس البن، تمام؟ منها مثلا 029AEH و069 و0FE9EH هكذا. كما ترون using linear decoding results in simple circuits، تمام زي واضح انه حيكون simpler circuits وتكلفة اقل، لكن analysis and waste the address space، حنضيع كثير من العناوين اللي ممكن نستخدمها لهومري spaces ثانية عشان مشكلة الاليسز، تمام؟ اوكي. طيب communicating with IO devices using separate control، هذا تحت عنوان peripheral IO versus memory IO، تمام؟ عندنا نوعين اللي هو peripheral IO اللي هو input output طرفي مقارنة بالmemory mapped IO، فعندنا يسموها memory mapped IO، يعني في memory mapping للinput output. Communicating with IO devices using separate control signals for memory and IO is referred to peripheral IO. Some designers سموها وضوشوها isolated IO. يعني إذا استخدام الـ IO devices باستخدام separate أو control signals منفصلة، إشي بنستخدمها في التحكم في الذاكرة وإشي بنستخدمها للـ input output، عندنا حالتين يعني نوعين من السيجنال. Separate control signals، واحدة للميموري واحدة للاي او انبوت اوت بوت، يسموها هذا بريفيرال اي او. سموها شو هو بريفيرال اي او اللي هي ايش؟ انبوت اوت بوت طرفي، تمام؟ وبعضهم بسموها ايزوليتد اي او اللي هي ايش؟ اي او معزولة، بس نفس الاسمين نفس الشيء، انه هو في عندنا control signals مختلفة منفصلة يعني للميموري عن الانبوت اوت بوت. لكن في بعض الكمبيوترات in many computers أو كثير من الكمبيوترات المايكرو كنترولرز وطبعا والمعالج دقيق there are not separate control signals to distinguish IO from memory، بمعنى لا يفرق في عملية التحكم بين الـ IO والميموري، تمام؟ يعني ونعمل read ونعمل write وناخذ ونقرأ وندخل، تمام؟ بقرأ من الذاكرة وكأني قاعد بقرأ من الـ IO والعكس صحيح، أو برسل للذاكرة وبخزن فيها زي ما بالضبط عم برسل للأوتبوت وبطلع عن طريق بيانات اللي بدي إياها، نفس الآلية، تمام؟ The address of IOs and memory are assigned so that they do not overlap with each other، بمعنى إنه الأدرس of IOs هما والميموري بتم عملية تحديدهم بحيث إنه ما تمش في عملية overlapping، يعني تطابق بين الجهتين، وما تمش في يصيرش في خلط وخطأ من هالباب. In these computers, the IOs are accessed as if they are bars of the memory. في هذه الحالة بتم الدخول إلى الانبوت أوتبوت وكأنها جزء من الذاكرة، وكأنها زي الذاكرة بالضبط. This kind of bus is called memory mapped IO. الحالة الثانية اللي memory mapped IO، لأنه فيها الجهات نفس الأدرسينج، نفس الآلية التحكم للميموري والإيش والأيو، تمام؟ أوكي. Figure shows a simple system designed by memory mapped IO، تمام. الميموري IO0 IO1 CPU، عندنا هالمثال شفنا زي ان داتا باس هي يواصل للميموري والIO0 والIO1 والادرس باس نفس الآلية داخل على ايش؟ مواصل هنا وداخل على الشيب سيلكت وداخل على الادرس في الميموري، داخل هان كمان عندنا على الادرس تبع الIO وايش ومتحكم فيه، وعندنا برضه متحكم على الادرس تبع الاي او ايش 1. اللهم انه هان بستخدم دخل الادرس ديكودر عشان تشيب سيلكت زي ما حكينا في المحاضرات السابقه، استخدام التشيب سيلكت واستخدام الادرس ديكودر في الموضوع هذا، تمام؟ اذا نفس الباص هان داخل على ايش؟ مواصل الميموري والاي او يونت. الكنترول اللي هي ار دي يعني ريد انيبل ورايت انيبل، كنترول باص واصل هنا على الذاكره، لواصل لوين مثلا في الحاله هذه؟ اللي هي output enable مع الذاكرة أو write enable إدخال، وعندنا نفس الموضوع نفسه واصل لوين لـ IO والـ IO. إذا في الحالة هذه بنوضح إنه في الـ peripheral أو memory عفوا الميموري ما الميموري ماب إنه إيش memory ماب IO يتم
تضبط الدخول لها بنفس الآلية زي ما يتم الدخول على المرور. هاي وضحناها في الفيجر هذا الحالي، هذا الشكل يبين الآلية هذه. The differences between peripheral I/O and memory mapped I/O for a system with 16 address A0 to A15. تم عشان نقارن نعمل مقارنة بين الاختلافات بين الـ I/O peripheral I/O and memory mapped I/O، يعني التحكم عن طريق في أو الآليتين التحكم اللي peripheral والميموري مابت باستخدام 16 address A0 ل A15 بنت. In peripheral I/O special I/O اللي هي input and output instructions are used to access I/O devices. تمام. In peripheral I/O special I/O input and output instructions are used to access I/O devices. In memory I/O الميموري مابت I/O عفوا we must use instructions that access memory locations to access the I/O port instead of input output instructions. بمعنى هنستخدم احنا هنا في حاله الميموري ماب هنستخدم الانستركشنز او التعليمات لدخول الذاكره عشان نفس التعليمات عشان نخش على I/O port instead of input output instructions اللي كانت مستخدمه وين تعليمات الدخول الانبوت اوتبوت في البريفرال اي او. يعني هنا نفس التعليمات مستخدمه في الحالتين، هنا في تعليمات خاصه عشان ادخل الانبوت اوتبوت. الميموري ماب اي او سيركت انترفيسنج، يعني الانترفيسنج سيركت هذه لبوابه التداخل او المهم ذات البوابات او الانترفيس تبع المتقاطع مع العالم الثاني. تمام. كنترول سيجنالز ار دي اند دبليو ار ار يوز تو اكسس بوث اي او اند ميموري ديفايس. تمام. فنستخدم هنا رايت ريد انيبل ورايت انيبل عشان نستخدم ايش؟ عشان ندخل على الاي او الانبوت اوتبوت يونتس والميموري. تمام؟ This is in contrast to peripheral IO. لكن في حاله البريفرال اي او عندنا الاي او ار اللي هي انبوت اوتبوت ريد انبوت اوتبوت رايت عشان نخش على ايش؟ على انبوت اوتبوت، يعني الها ايش؟ الها يعني كنترول بن ثاني عشان وكنترول سيجنال ثاني اللي هو الاي او ار والاي او دبليو عشان في البريفرال اي او لما نخش عاملين على الانبوت اوتبوت، مش زي ايش الميموري اي او نستخدم نفس الاشاره اللي هي ار دي والدبليو ار. تمام للجهتين. طيب كمان ايش الميجر ديس ادفانتج، يعني في ديس ادفانتج كبير بالنسبه للميموري ماب اي او انه ات يوزز ميموري ادرس سبيس، تستخدم ايش مساحه تخزين ذاكره كبيره which could lead to memory space fragmentation. يعني وهذا حصل زي ما بصير انه الجهاز الكمبيوتر عندنا يصير يعمل عمليه تخزين في الذاكره في الهارد ديسك، يعني زمان كان حاليا الويندوز بحل المشكله لحاله، فتم مع التخزين والمحي سواء كانت من الرام او من الهارد ديسك نفسه يتم عمليه تشتيت للتخزين تخزين البيانات في الهارد ديسك او في الرام، وبالتالي بعد فتره بصير ايش الشيء بصير في كثير اشياء موزعه على اماكن او نشغل اماكن كبيره ببرامج صغيره، بمعنى بصير عندنا فيش عندنا الفراغات، بصير الفراغات الموجوده بين البرامج المخزنه كبيره وبالتالي يعني كثيره عفوا بس قليله، وبالتالي يمكن تخزين فيها ايش؟ شيء جديد، شيء كبير جديد، فكان معنا عمليه دي فراجمنتيشن عشان نعمل عمليه ترتيب للذاكره ونرتب البرامج جنب بعض عشان نعمل المساحه الفارغه في الاخير في مساحه واحده متصله ونخزن فيها شيء جديد. فعمليه هان استخدام الميموري ماب اي او هذه بتستخدم ميموري ادرس سبيس تخزين العناوين، وهذا احيانا مع اللغي وترجيع العناوين يؤدي عمل فراجمنتيشن للذاكره وتشتيتها تتوزع وترك فراغات كبيره بين العناوين المخزنه لا يمكن استخدامها في الذاكره لاحقا لانها صغيره على تخزين عنوان جديد. تمام. فهذه الفراجمنتيشن مشكله في حد ذاتها، اذا فراجمنتيشن مش واضح انه كيف بيتم التخزين والمحي والتخزين والمحي، وبعد فتره بصير في اماكن فارغه بين الداتا المخزنه على في الذاكره ولا يمكن استغلالها بسبب انه الذاكره هي هذه الاماكن الفارغه في مجموعه كبيره بتخزن شيء جديد كبير لكن هي متفرقه لا يمكن استخدامها، هذه الفراجمنتيشن بسموه. ابحثوا عنها في النت بشكل اكبر تفهموا الفراجمنتيشن، ولكن عمليا اظن وضحت هيك انه استخدام البيانات بالشكل الكبير هذا ومحيها عناوين يؤدي انه الذاكره تتشتت، وفي الفراغات الباقيه الاماكن الفارغه المتبقيه في داخل الذاكره لا يمكن فيها تخزين شيء جديد،
وبالتالي يكون فراغ ايش ويستد، يعني اماكن تخزين غير مستخدمه ولا يمكن استخدامها بسبب انها مشتته. يجب اعاده ترتيب الذاكره عشان نرتب الاشياء، البيانات المخزنه جنب بعض عشان يكون فراغ في الاخر جنب بعض برضه فراغ كبير ويتم استخدامه لاشياء اخرى. تمام، فمن هم الفراجمنتيشن من ديس ادفانتج او ميجر ديس ادفانتج لهم من ويب اي او. تمام، the memory mapped IO the entire أو فيها the entire address must be decoded في ال memory mapped IO. لازم نعمل decoding لكل ال address otherwise the IO alias overlap the memory، ولا غير ولا لو عملناش decoding لكل ال addresses حيطلع عنا ايش ما يسمى في الايش aliases. تمام، في لكن في المقارنة مع مين بالفرع IO in which linear decode can be used this makes decoding security for memory IO more expensive. يعني عمليا ها بالمقارنة مع البريفرال اي او هذا بيستخدم اللينير ديكودنج از كان بي يوزد انه مستخدم البريفرال بس قاعد عامل بدنا اياها مستخدمها، لكن عمليا هذا بخلي وبالتالي هذا بخلي ايش عمليا الديكودنج سكيورتي تبعت الميموري ماب اي او اكثر ايش يعني اكثر تكلفة، لانه بالنهايه احنا مضطرين من البدايه نعمل ادرسنج ونعمل ديكودنج لكل ايش لكل الميموري اي او. تمام اوكي، ان اكزامبل تو سي انبوت اند اوتبوت سيركتس فور ذا ميموري مابد اي او سيستم يوزنج 74 هذه كمثالات بريفر اي او فيرز ميموري كملها بريفر اي او فيرز ميموري مابد اي او. المثال حيوضح الانبوت اند اوتبوت سيركتس فور ميموري مابد اي او. الجهتين عندنا هان ميموري ماب طبعا اي او سيستم، مره هنعمل هان لمين للاوتبوت باستخدام 74 ال اس 373 وحنبين كيف استخدامه. عندنا هيو 74 373 اللي هو الاداره المنطقيه تبعتنا هاي لوجيك سيركت، وعندنا زي ما عارفين عندنا رايت انيبل عشان انا نعمل رايت ان انا ما عملت ايش اوتبوت، لانه عندنا رايت بنعمل رايتنج على الاوتبوت او رايتنج على يعني المعالج بيعمل رايتنج، لما ما يجي عمل رايتنج يعني بيخرج، لما عمل ريدنج يعني بيقرا بيدخل. تمام، فقلنا هاي رايت انيبل على الانفرتر عشان تصير كانت هي صفر تصير واحد، وعندنا هان ناتج العنوان تبعنا الموجود هان اللي هو 029E اللي هاي 029E في الاخر حخش على الان حيطلع على الان ديكودنج هان حيصير على الجي، الجي اكتف هاي طبعا حيطلع لنا واحد، تخش على الداتا وعندنا هنعكس ايش الاوتبوت كنترول هنعكسها عشان تصير واحد، ومع 3 ستيت تفعل ويصير عندنا بداخل هو الطالع من الداخل. هذه كمثال اوتبوت عن طريق ال 74 ال اس في الايش الميموري ماب اي او سيستم. المثال الثاني والاخير في هذه المحاضره اللي هو 74 ال اس 244 كايش كعمليه ايش انبوت، عمليا انبوت ادخال، وان زي ما عارفين عندنا العنوان ال 0401 اتش هيو معطي في الـ في الـ في الاند هذه جيت دخلنا على الاند وهنا اند ريد دي ريد انيبل ريد داتا ريد داتا طبعا ار حتخش انفيرتد حتخش على الاند هنعمل هاي انفيرجن حتصير عشان تصير احنا عندنا ايش تصير عندنا ال عندنا هان واحد وعندنا هان كم مره واحد حصير عندنا هان واحد على صفر راح عكسها كم مره هان عشان تصير ايش اكتف لو لما تخش على 3 ستيت تكون اكتف على اكتف لو للجي 1 والجي 2 ونعكسها تصير 1 عشان تخش على 3 ستيت تعمل اوتبوت للبيانات اللي داخل عن طريق السويتشات هذه الخارجيه السويتشات 0 او طبعا هو طبعا السويتش عارفين مفتوح عن 0 مسكر بصير 1 بندخل البيانات بندخلها عاديه من دي 0 سوري من دي 0 لدي 7. تمام، ف طبعا معروف البي سي سي والي جراوند وغيره وغيره. هاي المثال بوضح لنا كيف بنعمل كونكتنج ل 8 بت سويتش 8 بت سويتش على ميموري ماب اي او سيستم. نعمل اساينينج الادرس 04H هاي عملناها اساينينج الادرس هاي التحكم بال 74244 كبوابه كلاتش يعني كتخزين مؤقت للبيانات الدخل عن طريق الانبوت سويتش هذه قال المطروح على الداتا. تمام، اذا المحاضره دي فهمنا فيها انه لازم نعمل لاتشنج للداتا قبل الاخراج والادخال على الانبوت اوتبوت وطريقه استخدام البريفرال والميموري ماب اي او، وحكينا كمان عن ايش عن النقطة الثالثة عندنا هان فيما يتعلق في عملية ايش الاستخدامات اللي هي ال 74 ال اس 43 ومين كمان وال 74 ال اس ايش 373. تمام،
هيك بكون الموضوع تبع المحاضرة هذا اليوم إن شاء الله انتهى، والشابتر كله كمان خلصناه. فلقاء آخر إن شاء الله في المحاضرة الجاية، وبارك الله فيكم. وإذا في حاجة أي تساؤلات أو أي نقاط، ما أظن الموضوع هو يعني مباشر الحكي، في شيء متوسعناش فيه بزيادة لأنه مش لازمنا نفهم أكثر من النقاط اللي حكيناها اليوم. لكن إذا في حاجة أو تساؤلات، نخش نعمل لقاء مباشر لايف عشان الأسئلة والإجابات، وعلى تواصل إن شاء الله. وبارك الله فيكم، يعطيكم العافية، ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.